عندما تتحول الأرض القاحلة إلى جنة خضراء، وحينما تروى قصة انتصار الإنسان على العوامل الطبيعية، يذكر اسم فلاح منطقة تغديرت ببلدية أولاد سليمان، مساحات فلاحية خضراء تدر بمختلف الخيرات. كنا نعاني من بطالة، جل الشباب كان يعاني من البطالة، وعندما قمنا بهذا المشروع الخير اللي هو إخراج المياه، بدأنا النشاط يعم هذه المزرعة. نجحنا الفلفل بزاف بزاف، درنا الجريوة ثاني نجحة بزاف بزاف، درنا طماطم لسوء الحظ جات الموجة تاع السخانة ما نجحت لناش. كما الكبوب ثاني نجح ما شاء الله، الدلاع كان التجربة دار واحد الدلاع نجح 100%، يعني كل شيء نجح هنايا، كل شيء نجح. منتوجات فلاحية متنوعة تنتج وتدرها هذه الأرض التي تعلق بها هؤلاء الفلاحون، من بطاطا وفلافل وخضروات متنوعة، على أمل توسيع النشاط لشعب أخرى. الحمد لله، خير من السنة اللي فاتت وخير من 30 سنة اللي فاتت. هذه الولاية المعروفة بطبيعها الفلاحي حملنا على عاتقنا ضرورة الاهتمام بقطاع الفلاحة بالولاية، خاصة أن هذا القطاع يدر بمداخيل كبيرة. منطقة تغديرت بفلاحيها الشباب مثال يضرب به في تحدي قساوة الطبيعة والمثابرة والعمل من أجل إنتاجات فلاحية حقيقية.